الزول في اللون ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة الياس الجزائري. قبل ما نبدأ أي فيديو مستشعر الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. فيديو تاع نهار اليوم للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. لذلك قبل ما نبدأ فيديو تاع نهار اليوم متنساوش الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس باش توصلوا كل جديد، ودعمونا بزر لايك وتعليق إلى شفتونا نستحقوا الدعم. طبعا أول حاجة بديت بها هنايا أني غسلت هذوك المواعين اللي شريت وحطيتهم أدكوتي، يعني غسلت هذوك تاع الفخار وغسلت كؤوس الكريستال. ومن بعد تيك نروحو مباشرة للجانب تاع الطبخ. طياب 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 هذاك هو واش خيرت لكم اليوم، هو الكسكس. اكيد مثل هذه المناسبات لازم حاجه تكون تقليديه. وجدت الخضر وجدت الكسكس، ونروحو مع بعض باش نبداو الطياب. وهنايا كما راكم تشوفوا يعني نبدا نقشر في كاع الخضروات تاعي. يعني هنايا عندي البصل، عندي الجريوات، عندي لوبيا مونشتو، عندي الطماطم، عندي الجزر، بلا ما ننسوا الحمص راه ديكوتي. المهم نقطعهم ونغسلهم ونرجع لكم. وهنا كما راكم تشوفوا بعد ما قطعت كاع الخضروات تاعي وغسلتهم وحطيتهم جانبا، نجيب هذه اللوبيا باش نحطها تغلي، ومن بعد تيك نرجع لباقي الخضروات باش نكمل الطياب تاعي. دوك انا نخليها تغلي ونرجع نقطع فيهم هكذا، نبدا نقطع البصل ونقطع الجزر ونبدا نخدم في المرقه تاعي باش نخليها تتقلى. هنايا حاجه باينه، نحط هذاك اللحم تاع الدجاج ونحط البصل ونحط الجزر ونحط الطماطم المصبره ونحط الزيت ونحط التوابل، وما تنساوش الملح، ما تنساوش الملح، ما تنساوش الملح. انا هنا ما نسيتوش يعني اليوم، خاطر شديت بزاف دروس عليه، ونسكرفج هكذا 4 فصوص ثوم، ونزيد ندير حبه بندوره ونكمل الطياب. وهنايا خليت المرقة تاعي تتقلى وجيت نصور لكم الهلال باش نقول لكم يعني كانت واحد الليلة هادئة ورائعة، واكيد راح تشاركوني الرأي، كانت ليلة ما شاء الله. وعاود تدخل بما انه المرقة تاعي راهي تتقلى، نروح نوجد الكسكس تاعي. دوك انا هاد الكسكس نغسله 3 خطرات ومن بعد نبدا نخدم فيه. وهنايا جيت باش نغسل الكسكس تاعنا، يعني انا الكسكس نغسله 3 خطرات. بعد ما نغسله نبدا نعصر فيه ونحط في هذيك القصعه بهذه الطريقه اللي راح تبان لكم الان في الفيديو. يعني دير له هكذا باش يروح منه الماء، ونحطه في القصعه حتى ينشف، وكي ينشف الكسكس ينشف تماما نحطه في الكسكاس ونخليه يفور. وهنايا كيما راكم تشوفوا يعني نجيبوا شويه زيت ونجيبوا البانسو ولا حتى بيديكم ندهنوا هذاك الكسكس، ومن بعد نبداو نحطوا فيه الكسكس باش نخليوه يفور. انا هنايا نحط كميه من الكسكس قبل هي الاولى تفور، ومن بعد نضيف الباقي من الفوق. بعد ما حطيت الكسكس تاعي يفور جيت هنايا باش نبدا في التحليات، يعني باش نحي من قدامي ما نطولش، رغم ذلك يعني طولت. اول حاجه بديت بها هي البسبوسه لانها تدي لي شويه من الوقت. المقادير تاع البسبوسه كيما راكم تشوفوا 3 بيضات، كاس تاع الزيت، كاس الا ربع حليب، وكاس سكر، والبيكين باودر، والفرينه والسميد بيان سور. يعني الفرينه نحتاجو كميه قليله فقط من اجل انه تتجانس هذيك الخميره الكيميائيه، يعني تعطي مفعولها.
المهم كما راكم شفتوا راني درت 3 بيضات مع كاس تاع السكر، نخلط مليح بالفويق حتى يذوب. انا ننصحكم ديما انكم تستحملوا الفويق خير من السباتول، وتستخدموا الريسيبيون الكبير خير من الصغير، لانه انا هنا غبني. بعد ما ذاب لي السكر راني ضفت له كاس تاع الزيت وخلطته حتى جنس المكونات، ونضيف له كاس الا ربع من الحليب ونخلط مليح مليح. وهنا يا راني نضيف في مبشور الليمون، يعني انا ديما في البسبوسه ولا المسكوتشو نحب نضيف مبشور ليمون ولا مبشور البرتقال. يعني انا كي تشوفوني درت الفانيليا، غير انه هذا الزوج ماشي متوفرين عندي لانه يعطوا نكهه افضل من الفانيليا. ونضيف هنايا ونبدا ندير شويه من الفرينه، الفرينه فقط من اجل ان تتفاعل الخميره الكيميائيه. ونقول واكرر ديما استعملوا ريسيبيون كبير افضل من الصغير، لانه انا من حطيت الفرينه غبني وهاني بددته هنايا. دوك كيما راكم تشوفوني نزيد شويه تاع الفرينه باش نحط الخميره هكذا، باش تتفاعل يعني الخميره تتفاعل مع الفرينه افضل من السميد وحده. يعني ديروا هكذا شويه تاع فرينه، قيس فنجال ولا زوج ولا 4 معالق، عينك ما يزالك. المهم قيس ما قسمة تتفاعل هذيك الخميرة وصاي. وهنايا كيما راكم تشوفوا يعني بعد ما تتخلط كاع هذيك الفرينه تبداو تضيفوا في السميد. يعني انا هنايا حطيت السميد اللي نديروا به الكسره، انا بهذاك هو اللي ندير البسبوسه. واعتذر عن صوتي لاني راني شويه مبحوح وانا ندير المونتاج. اولا هذا المونتاج تعبني بزاف وصراولي بزاف، يعني المهم يعني جاز نهار جاز مليح وغايه، وكانت ليله هادئه وما شاء الله كان يوم مربوح عليا. ولكن في نفس الوقت يعني صرا لي شويه مشاكل هكذا في التليفون والمونتاج، يعني مشكل عادي. المهم انا هاد السنه انا اللي تغلبت على الاكتئاب، مش الاكتئاب هو اللي تغلب عليا، والحمد لله والشكر لله يعني اللي عيننا في مثل هذه المواقف. ونكونوا وجدنا البلاك كيما راكم تشوفون، ندهنوه بالزيت ونغربلوه هكذا بالفرينه، ونحطوا هذاك الخليط. راكم شفتوا القوام اللي راني تحصلت عليه، يعني البسبوسه تجي جاريه. وبعد ذلك نشعلوا الفور تاعنا سواء كان كهربائي ولا تاع الغاز، ونحطوا هذاك المول داخل باش يطيب. في نفس الوقت راكم تشوفوا الكسكس تاعي راه يفور، ومن موراه المرقه. يعني كنت مفورو على المرقه، عاود قلت لا لا يعني ندير له الماء وحده باش يزرب لي اكثر، لانه انا المرقه ما نديرهاش على نار قويه، على بها بدلت له ودرتو يفور وحده. وهنايا كما راكم تشوفوا بعد ما الكسكس تاعي فار لي تفويره الاولى، نجيب كوب من الماء نحط فيه الملح وحتى يذوب هذاك الملح، ونضيف عليه كميه من الزيت ونبدا نرش هذاك الكسكس. علاش هذه العمليه؟ ربما قليل من الناس اللي يستخدموها، باش الكسكس تاعكم يجي رطب مثل القطن، هذه هو السر تاعو، وما يجيكمش هكذا يابس. وبعد ذلك يعني كي نرشو مليح نخلطو مليح باش يدخلو قاع هذاك الماء، ونخليه ينشف ونعاود نحطو يفور للمرة الثانية. بعد ما حطيت الكسكس تاعي يفور لتفويرة ثانية، نجي هنايا باش نحضر الطمينة. والطمينة اكيد نحتاجو ايفزان، نحتاجو العشيلة والسمن قسطار ولا الزبدة، ونحتاجو حلوة الترك. مقادير الطمينة كل زوج كيسان تاع السميد يقابلهم كاس عسيلة وكاس زبدة ولا سمن، وهذيك حلوة الترك يعني للنكهة فقط باش تعطينا هكذا حلوة. انا هنا استخدمت زوج كيسان وكتر باش ومن بعد الا خصتني ولا ما نزيدش نحمص مرة واحدة اخرى. وهنا نروحو نشوفو انه البسبوسة تاعي راهي طابت خلاص، دوك نشعلها من الفوق باش تتحمر لي، ونضربو طلة ايضا على الكسكس. راه يفور، راه قريب يفور، يعني الفورة الثانية وخلاص. انا نفورو زوج خطرات يجي طوب روعة. وهذا الدشيشة تاعنا ولا ايوزان ولا السميد نحطهم هكذا يتقلاو حتى نتحصل على لون ذهبي ونحيه.
هاوليكم الكسكس تاعي، يعني فارج ما شاء الله. هنايا غادي نقسمه الى قسمين، علاه باش جهة يعني ناكلوه على شكل كسكس بالمرقة، والجهة الاخرى غادي نخدم به مسفوف. وهذه البسبوسة راح يطابط وما شاء الله عليها. دوك نبدا نحط الوسمو، نحط الكسكس هذايا في طبق التقديم باش نوجدو ونوجد يعني الطاولة النهائية. صراحة انا هذاك اليوم طولتهم في العشاء، تعشينا كانت تقريبا 29 دقيقة، يعني طولنا في العشاء، انا اللي طولتهم لا غالب، لاني درت كل التحضيرات من ساسها لراسها وحدي. دوك نبدا نحطو في طبق التقديم ونوجد الطاولة النهائية، وتابعوا معنا الفيديو للاخير وان شاء الله يا ربي يعجبكم. هذه هي، وهذه هي السلطة تاعي، درت فيها السلطة، الخيار، الطماطم، البصل، الزيتون، الكحل، ودرتها هكذا من الفوق بالمايونيز. وهذه هي الطاولة النهائية، ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم. يعني المرقة واجدة، الكسكس، السلطة، الديسير تاني، وقعدوا غير الشمع، راني نحل في البواطة تاع الشمع. دوك نكملهم هكذا وتشوفوا طاولة العشاء النهائية، وكملوا الفيديو للأخير باش تشوفوا أيضا طاولة تاع السهرة. كما راكم تشوفوني راني بديت نشعل في هذوك الشموع، وايضا نشعل النوالات، قلت هكذا نلعبوا شويه، نغنيوا شويه، نفرحوا شويه. وهذه هي واحد المنظر، يعني كي شعلت هذوك الشموع وطفيت الضوء وكيبان لكم واحد المنظر خيال، يعني روعه، عشاء على ضوء الشموع. وهذه هي، حبيت نوجه رساله بسيطه، ما بغيتش ندخل هكذا حوايج سلبيه في الفيديو تاعي، بصح معليش، هذوك اللي يقولوا حرام وبدعه وقولوا لي كاش حاجه شفتوها حرام من الصباح، على كل حال ربي يقدرنا على حاجه المليحه، وربي يهدينا ويهديكم ويهدينا اجمعين. وهذه هي، وما تنسوش الصلاه والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. وهانتوما معايا مع بقيه الفيديو. وهنايا بعد العشاء، يعني طولتهم قلت لكم شويه، كانت هكذاك 29، رجعت باش نكمل السهره. حنايا ديما السهره يعني نطول، يعني السهره حتى لو كانت طول الوحده تاع الليل تجينا نورمال، حنا نحتفلوا هكذاك جويه ل 11 12. هنايا جيت باش نكمل الطمينه، كما راكم تشوفوا نحط كاس تاع زبده ذائبه، ونحط عليه كاس تاع العسل، ونحطهم على النار باش يسخنوا شويه برك، يعني غير قيس ما يذوب لي هذاك العسل، ما نخليهوش يغلي بزاف، خاطرش لو كان يغلي تولي الطمينه تاعكم فاسده. يعني غير قيس ما يسخن هذاك العسل نحيوه باش نضيفوا عليه هذاك السميد وحلوه الترك. وهنايا بعد ما سخلي هذاك الخليط نضيف له حلوه الترك باش تعطيني هكذا واحد النكهه رائعه وواحد الحلاوه تهبل. انا نحب حلوه الترك خير من الجلجلان، خير من اي حاجه اضافه واحده اخرى. المهم هنايا نضيف حلوه الترك، يعني نضيفه غير مقدار بسيط لانها حلوه بزاف.
وكي تضيفوا حلوة الترك يعني نخلطوا مليح هذاك الخليط حتى تتجانس حلوة الترك مع بقية المكونات، نخلطوا هكذا بهذا الشكل. ديما الطمينة باش ما تخرج لكمش هذيك باش ما ترجعش الزبدة من فوقها هكذا، سرتها هو في التخلاط يعني كي تحركوها مليح هو الصح. نضيفوا هكذا السميد تاعنا، وكل ما نضيفو كمية نخلطو مليح حتى تجانس يعني يدخل قاع هذاك السميد قاع بين السميد، قلت يدخل السميد بين السميد، حتى يدخل السميد بين السمن والعسل. المهم نبقاو نضيفو حتى تتحصلوا على القوام اللي تحبوه نتوما. اكيد اللي يحب يبسها شويه يديرها يابسه، اللي يحب يديرها جريه يديرها جريه. انا هذا هو القوام اللي حبيت نتحصل عليه، ونزيد هكذا نضيف له شويه ونقعد نحرك. بعد ما تحركوها مليح وتتاكدوا انه كل المكونات تجانسوا، تخليوها ترتاح جانبا لمده 10 دقائق ولا اكثر، وغير تخليوها ترتاح هذوك 10 دقائق ولا اكثر تعاودوا تحركوها. هاني هنا دكوتي خليتها ترتاح ورحت باش نوجد التحلية الشموع معايا بالبسبوسه طبعا. يعني قلت كاع هذاك الوقت اللي تديهولي التحليه وانا نخدم فيها نخلي الطمينه تاعي ترتاح ومن بعد نكملها. وبمناسبة هاد اللقطة اللي لحقت لها نوجه تحية للأخت ألماس، هاني ندير دوك المونتاج بعد التعليق تاعك وعلى الحدث تاع الليل وأنا ندير المونتاج خاطش المونتاج هبلني. نوجه لها تحية يعني صاحبة قناة شيف ألماس، لأنها هي اللي ورات لي الطريقة كيفاش نستخدم هذاك اللي نديرو به الكريمة شونتيي. ونوجه تحية لحلويات فهم أيضا اللي هو عطاني الكريم شونتيي، لأنه الباتور تاعك يعني شريت شونتيي شريت قاع هادو الصوالح اللي نخدم بيهم لهاد التحليات، فكرت انه الباتور تاعي ما يمشيش ومزيت. فكرت وانا كنت رايح عند البولونجري باش نجيب لا تارت اللي غادي تشوفوها في الطاوله النهائيه، وقلت لهم الا تبيعوا لي الكريمه شونتيي الواجده طبعا يعني ماشي البودر. وهنايا نبدا نعمر في الكيسان تاعي، ندير الطبقه الاولى من البسبوسه هذيك المرحيه ولا كل واحد كيفاش يبغى يديرها، والطبقه الثانيه نديرها كريمه شونتيي، الطبقه الثالثه نديرو البسبوسه، الطبقه الرابعه ديرو اي حاجه حبيتوها، والطبقه الخامسه ديرو كريمه شونتيي باش تخليو يعني هكذا من الفوق طبقه بيضاء، وهكذا من الجنب ديرو لها الشيكولا باش هكذا تديرو واحد الشكل تاع الشموع اللي غادي تشوفوه في الشكل النهائي. انا هنايا كطبقه واحده زوج ثلاثه، كطبقه رابعه استخدمت هنايا الفستق باش هكذا يعني لون اخضر يجي شويه هكذا شباب، ومن بعد ان شاء الله تشوفوه واعطوني رايكم. المهم هذه هي الطاوله النهائيه كما راكم تشوفوا، وجدت الديسير تاعي وجدت هذا المسفوف اللي كنت حكيت لكم عليه. كنت باغي ندير رفيس زيراوي تاع الناس البويره تحياتي ليهم، ولكن ما كفانيش الوقت ودرت هذا المسفوف لانه كانت كل مكوناته قدامي ويتخدم بالزربه. وهذاك تاني العصير تاع الريزه، وهذيك لاتارت اللي حكيت لكم عليها، الشموع والنوالات، طبعا الفواكه والطمينه راني ديكوريتها باش ديكوريتها تعذبت واحد الحذاب اكبر. هذه هي يعني لاطارت شكلها ما شاء الله، الله يسلم يديهم ان شاء الله يا ربي والله يبارك فيهم. والذوق يعني ما نحكي لكمش، يعني هذه ديما نخدم عندهم ذوق مليح، بصح تاع هذه تاع هذه الخطره جات سبيسيال. اما هذيك الطمينه دوك نحكي لكم حكايتي معها. شفتوا هذه لا ديكوراسيون، يتباع واحد ديكور هكذا تحطوه من الفوق وتغربلو هكذا بالقرفه، انا كي حطيته نسيت ندهنو بالزيت. هيا كي جيت الخطره الاولى نحيه فسدت لي الطمينه، اوروزمون ما كنتش داير هذاك البيستاش يعني في الجوانب، كيف زدت لي عاود سقمتها. هذه الحاجه يعني اللي غلطت فيها، بصح معليش سي بورصا ما صورت لكمش المراحل. وهذه هي تحليه الشموع اللي وجدتها معاكم، وهذه هي الطاوله النهائيه. ان شاء الله يا ربي تكون عجبكم، نخليكم مع بقيه الفيديو، ما تنسوش تعطوني رايكم في التعليقات وتعطوني علامه من 10 على مجهوداتي لنهار اليوم. المهم كيف راكم تشوفوا وصلنا الى نهايه السهره، وهذه هي الطاوله تاع نهار اليوم سواء للعشاء ولا هذه هي السهره. كان عشاء تقليدي امازيغي، درنا الكسكس
كما شفتوا وهنايا في الصحراء درنا الطمينه لاطات بيان سور جبتها من عند فهم كاطو اللي نوجه له تحيه، حتى كريم شونتي اللي خدمت بها تحليه الشموع هادو عفوا استسمح كريم شونتي يعني ملاحظه هذه تحياتي لهم، وايضا درت المسفوف بهذه الطريقه. كنت باغي ندير كيف يسموه رفيس زراوي تاع ناس البويره، ولكن ما كفانيش الحظ الله غالب. كما شفتوا في العشاء حطيت عصير البرتقال، وهنايا حطيت عصير التوت، يعني كما تشاهدوا وجدت هنايا الشموع باش نشعلهم. دوك نعاود نضرب دويره بالتليفون، وهذه غنبقاتش معاه باش نحطها في الفانوس. هذا العام شريت لكم الشمعه سبيسيال للمتابعين اللي راهم معايا، سواء القدم ولا اللي انضموا جديد. نشكركم بزاف بزاف، ونقول لكم ما تنسوش تدعموني بالبارطاج الى شفتوا المحتوى تاعي. وهذا هما يوميات العائله القبائليه، فهذه هي محسوب مش محسوب 100% يعني 100% كل التحضيرات انا اللي درتها مدابيه مقطوني على 10. دوك انا هذا الفانوس شوفوا عنده هاد السيفور من تحت. دوك انا نحط الشمعه هنايا بهذا الشكل ونشعلها ونحطها داخل الفانوس، وانتم من خلال هاد الشمعة تمناو واش بغيتو. ان شاء الله تكون فالخير علينا وعليكم. هذه شمعتكم وهذا الفانوس، مالكري ماشي هذا اللي كنت باغي نشري، بصح شوفوا جا شباب. كما قلت لكم يعني كانت ليله هادئه ورائعه، وما شاء الله يعني شوفوا واحد المنظر، يعني انا فخور بنفسي وبواش وجدت، سواء كانت طاوله العشاء ولا طاوله السهره. والصوره يعني تحدث عن نفسها، وحوحو يشكر روحو بيان سور، والتعليقات اكيد الا كاش جا واحد بغى يكريكيتيني ولا يحط لي كاش تعليق سلبي، قرا التعليقات قبل. الا لقيتهم تعليقات سلبيه كمل معاهم، الا لقيتهم تعليقات ايجابيه كمل معاهم، خاطرش انا متاكد من محبي ومن الفريق تاعي. وها هي النوالات راني شعلتها في خاطر كاع متابعين الياس الجزائري. تحياتي لكم من الحداده للحداده ولي 48 ولايه. نحبكم بزاف بزاف، نشكركم على تعليقاتكم على دعمكم وعلى اي حاجة اي كلمة اي حرف اتحطوه لي هنا في القناة. وهنا وصلنا الى نهايه الفيديو. شعلت الضوء وعيطت للعائله باش نجو ناكلو، يعني ما بغيتش نصور هكذا بزاف لانه اصلا راه بزاف، راه 24 دقيقه، وهذا من غير المقطع اللي سيبريماه لي اليوتيوب تاع الدجاجه كي كنت نريشها، والعذاب تاع المونتاج والكي ماستر والعلامه المائيه وبزاف صوالح عجبتهم. ان شاء الله هذا الفيديو ياخذ حقه قد ما خد حقي وتعبي وجهدي، ياخذ هو حقه من المشاهده. نشكركم بزاف بزاف، نقول لكم الى اللقاء، دمتم في رعايه الله وحفظه.